نعم، حاليا الرئيس الأمريكي في طريقه إلى قاعدة أندروز الجوية، حيث سيجتمع مع فريقه الأمني الذي يشمل مستشار الأمن القومي وقائد القوات الأمريكية المشتركة ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وسوف يناقش معهم تداعيات هذا الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية. المستشار الأمن القومي أصدر بيانا قبل قليل وقال فيه أن هذا الاجتماع سيكون في غاية الأهمية، لأنه سيحدد ماهية المواقف الأمريكية المبنية على هذا الهجوم، وأيضا يعني هناك تواصل بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الإسرائيليين لتنسيق المواقف فيما يتعلق بهذا الشأن. وأكد أيضا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في وجه هذه التهديدات ثابت وسوف يستمر. هذا هو الموقف الأمريكي الأساسي. فيما يتعلق بإمكانيات أخرى أو تداعيات أخرى، هناك احتمالات أن تقوم القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، سواء في العراق أو في سوريا أو في الأردن، باستهداف هذه المسيرات لمنع وصولها إلى إسرائيل. هذه من أحد الاحتمالات التي من الممكن أن تعمل عليها القواعد الأمريكية في هذه المنطقة، لأن الولايات المتحدة أكدت أنها سوف تعمل أو سوف تسعى لصد الهجمات قبل وصولها إلى إسرائيل، وهذا ما تنسق بين وهذا هو التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بهذا الشأن. إلى أي مدى يمكن أن تعتبر إيران هذه الخطوة اعتداء على القوات الإيرانية، ومن ثم تصبح القوات الأمريكية محطة استهداف لإيران؟ هذا غير معروف في الوقت الحالي، ولكن في حال تم استهداف مباشر للقواعد الأمريكية في أي منطقة من مناطق العالم أو أي مصالح أمريكية في منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لن تتردد باستخدام القوى للرد على أي تهديد إيراني لمصالحها أو لقواتها في المنطقة. سنبقى معك في متابعة. مراسل غد من واشنطن سهيل الشاعر، شكرا جزيلا لك.